السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أحبتي الصغار؟ أتمنى أن تكونوا دائما بخير. اليوم سنأخذ في مادة الرياضيات درس جديد بعنوان فئات النقود الورقية. إذا اليوم سنتعرف على الفئات الورقية المختلفة الأردنية. إذا أخذنا في الدرس الماضي عن الدينار، والدينار هي أصغر فئة ورقية نستخدمها في المملكة الأردنية الهاشمية، وهناك فئات أخرى وهي عبارة عن 5 فئات ورقية مختلفة سنتعرف عليها الآن. لننظر أولا إلى استكشف ما فئة النقود الورقية التي مع حسن. معه ورقة من فئة الدينار، وورقة من فئة ال5 دنانير، وورقة من فئة ال10 دنانير، وورقة من فئة ال20، وورقة من فئة ال50. إذا هو يمتلك جميع الفئات النقدية، يمتلك كل الفئات النقدية. إذا هناك 5 فئات نقدية معنا، فئة الدينار وال5 وال10 وال20 وال50، وهذا ما سنتعرف عليه اليوم. إذا بدءا من الدينار وهي الأساسية، بعدها ال5 دنانير وهي عبارة عن 5 ورقات من فئة الدينار، وال10 دنانير وهي 10 ورقات من فئة الدينار، وال20 وهي 20 ورقة من فئة الدينار، وال50 وهي أعلى قيمة أو أعلى فئة نقدية موجودة في الأردن، وهي تحتوي على 50 ورقة من فئة الدينار. بإمكاننا أن نمثل ال50 بطرائق مختلفة، فعندي ال50 هي تساوي 5 أوراق من فئة ال10 دنانير، 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 ويساوي 50. وأيضا بطريقة أخرى عندي ورقتان من فئة ال20 دينار مع الورقة من فئة ال10 دنانير. إذا ورقتان من فئة ال20 دينار وورقة من فئة ال10 دنانير تمثل ال50، أو 10 ورقات من فئة ال5 دنانير. إذا أردت أن أعدها، 5 و5 10 15 20 25 30 35 40 45 50. إذا سأحصل على العدد 50، أو ورقتان من فئة ال20 وورقتان من فئة ال10 أيضا تمثل ورقة ال50. عندي هنا أتحدث كيف أمثل ال20 دينارا مستعملا نقودا ورقية بطريقتين مختلفتين. كيف سأمثل ال20 دينار؟ باستخدام النقود. طبعا بإمكاننا أن نستخدم فئات مختلفة لتكوين العدد 20. إذا هذه الطريقتان التي بإمكاني أن أستخدم فئات مختلفة لأعبر عن فئة النقود أو أمثل فئة ال20 دينار. إذا عندي هذه ال20 دينار، وبإمكاني أن أمثلها إما بقطعتان من فئة ال10 دنانير أو 4 قطع من فئة ال5 دنانير. إذا بإمكاني أن أكتب 10 زائد 10 ويساوي 20 دينار، أو أقول 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 ويساوي 20 دينار. إذا هكذا أمثل ال20 دينار بطريقتين، وهناك طرق أخرى. بإمكاني أن أقول 10 وقطعة من فئة ال10 واثنتان من فئة ال5، فهذه أيضا تمثل 20. ننظر الآن لنتحقق من فهمنا. إذا
أحوط مجموعة الأوراق النقدية التي تساوي ثمن الحقيبة. عندي هنا حقيبة السفر وهي سعرها 60 دينار. ما القيمة الصحيحة أو صورة الفئات الصحيحة التي تمثل ال60 دينار؟ عندي هنا 10 زائد 10 20 30 40 45 50. لا، هذه ليست 60، هنا 10 20 30 40 50 60. إذن عندي هنا تمثل 60، وهي 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 4 مرات زائد 20، وهي تساوي 60 دينارا. إذا أضع دائرة فوقها حولها فهي تمثل 60 دينار. هنا سعر الحقيبة 15 دينار، هنا 10 و10 20 و5 25. لا، هنا 5 و5 10 و5 15. إذا هذه الإجابة الصحيحة التي تمثل 15، وهي 5 زائد 5 زائد 5 يساوي 15. هنا الحقيبة الثالثة والتي تساوي 35 دينارا، هنا 10 زائد 10 20 25 30. لا، 10 20 30 5 تساوي 35. إذا هي الإجابة الصحيحة، فنضع دائرة. إذا 10 زائد 10 زائد 10 زائد 5 ويساوي 35. عندي السؤال الثاني، أكتب عدد الأوراق النقدية اللازمة من كل فئة لأكون 40 دينارا. كم ورقة سأحتاج من فئة الدينار لأكون 40 دينار؟ إذا نعم، هي 40 ورقة من فئة الدينار. أما إذا أردت أن أكون 40 دينارا من فئة الخمسة، فأنا كم سأحتاج؟ 5 زائد 5 10 و5 15 و5 وهكذا. إذا سأحتاج إلى 8 ورقات من فئة ال5 دنانير حتى أحصل على العدد أو لأكون 40 دينار. إذا سأحتاج إلى 8 ورقات، 8 ورقات من فئة ال5 دنانير. كم ورقة سأحتاج من فئة ال10 دنانير؟ 10 و10 20 30 40. إذا سأحتاج إلى 4 ورقات حتى أحصل على العدد 40. كم ورقة سأحتاج من فئة ال20؟ إذا سأحتاج إلى ورقتان، 20 و20 يساوي 40. إذا ورقتان فقط لأكون ال40 دينار. والآن أحل المسألة. تحدي: ما أقل عدد وما أكبر عدد من الأوراق النقدية اللازمة لتكوين مبلغ 75 دينارا؟ إذا أحتاج إلى أقل عدد من الأوراق وأكبر عدد من الأوراق حتى أحصل على المبلغ 75 دينار. إذا أردنا معرفة أقل عدد من الأوراق، فممكن أن أحصل على قطعة من فئة ال50 وقطعة من فئة ال20 وقطعة من فئة أو ورقة من فئة الخمسة. إذا ورقة من فئة ال50 وورقة من فئة ال20 وورقة من فئة ال5 وهكذا، أحصل على العدد 75 دينارا بأقل عدد من الأوراق وهي 3 ورقات فقط. إذا أستخدم 50 زائد 20 زائد 5 ويساوي 75. أما إذا أردت أن أحصل على أكبر عدد من الأوراق، فأنا سأحتاج إلى 75 ورقة من فئة الدينار.
سأحتاج إلى 75 ورقة من فئة الدينار. إذا أكبر عدد من الأوراق عندي أحتاج إلى 75 ورقة من فئة الدينار. إذا هكذا أحصل على أقل عدد من الأوراق، وهنا أحصل على أكبر عدد من الأوراق. فهكذا أحبتي نكون قد انتهينا من حل الأسئلة لدرسنا لهذا اليوم، وأتمنى أن أراكم إن شاء الله في الدرس القادم على خير.